الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. أحبتي طلبة التنمية حيثما كنتم، والمتابعين لهذه القناة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير ما تسمى قوانين تشيبولا الخمسة في الغباء. تشيبولا باللغة الإيطالية سي اي بسي تشا، تشيبولا 5 لوز اوف ستيوبيديتي. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. قام مؤرخ الفكر الاجتماعي كارلو تشيبولا في العام 1976 بصياغة نظرية عن الغباء، نظرية عن الغباء A Theory of Stupidity or A Theory on Stupidity. صنف فيها البشر تحت أربعة أشكال من القوة العقلية والفكرية والاجتماعية والسياسية. هؤلاء الأصناف أو هذه الفئات: أول فئة قليبيو الحيلة، قليبيو الحيلة helpless، باللغة الإنجليزية يسموهم helpless أو بالطلياني، لا أعرف الكلمة بالإيطالي، لكن باللغة الإنجليزية المصادر باللغة الإنجليزية بيقول they are helpless. هنا الأذكياء intelligent people، وهنا الآن أعضاء عصابة ولصوص they are thieves وبسموهم bandit، وهنا أخيرا فئة الأغبياء أو بسموهم stupid people. فهذه التصنيفات الأربعة والفئات الأربعة: قليلو الحيلة، الأذكياء، أعضاء عصابة ولصوص، وفئة الأغبياء. أن يقول تشيبولا في نظريته بأن الأغبياء عادة ما يكونوا أشد خطرا من القنابل والمدافع والرصاص وكل الحركات السياسية التي تعبث بمقدرات البشر وعقولهم. هذا الإنسان الذي يصرخ، هذا الإنسان الغبي بيده مسؤولية، ربما يكون صاحب سلطة. يعني من أجل أن ندرك ما قصده تشيبولا حول خطورة هذا الشكل من البشر، علينا أن نفهم القوانين الأربع التي صاغها عن الغباء، وهي أساسيات نظريته. القانون الأول يقول: عادة ما نقلل من عدد البشر الأغبياء حولنا والذين يدورون ويلفون في مدار حياتنا اليومية. هنا كأنما يقول بأننا نصطدم بعشرات بل المئات من الأشخاص الأغبياء الذين نحتاجهم في حياتنا اليومية. ربما نذهب إلى بقال، نذهب إلى مكان ما، ربما نذهب إلى مستشفى فنجد مستشفى مثلا ذكر بعض الحالات التي ذهب بها هو خاصة تشيبولا إلى دائرة حكومية، ووجد بأن الذين يتعامل معهم كانوا مجموعة من الأغبياء بطريقة لا تصدق. القانون الثاني: صفات الشخص الغبي مستقلة عن بقية صفاته ومظهره وشهاداته العلمية وأسرته، فقد يكون من حملة أعلى الشهادات العلمية وينحدر من أشرف الأسر. القانون الثالث: الشخص الغبي عادة ما يتسبب بأذى لنفسه وللآخرين. القانون الرابع: عادة ما يقلل الأشخاص غير الأغبياء من خطورة الأشخاص الأغبياء على أنفسهم وعلى مجتمعهم المحيط. والقانون الخامس والأخير: الشخص الغبي أشد خطورة دائما من القتلة واللصوص وأفراد العصابات. هنا الآن أفعال متوقعة من تصنيف مع تصنيفات البشر. هذا التمثيل البيان الرائع الذي لم يسبق أحد من قبل. على المحور الأفقي هناك صفات البشر سأذكرها بعد قليل، وعلى المحور العمودي كذلك الأمر صفات البشر. فالآن هذه الفئة كما نراها، يبدو أنه هذا يقوم بكنس المنطقة، الحقل الذي يعيش فيه أو قريب منه، وهذه الفتاة تساعده، فهذا يساعد نفسه وهذا تساعد نفسها ويتساعدان. المهم الآن أنه هذا يساعدون هذول الفئة، هذه فئة الانتليجنت أو الأذكياء، يساعدون أنفسهم ويساعدون غيرهم. هذه الفئة الأولى نسموها الانتليجنت بيبول أو الفئة الذكية. هنا الأنانيون، هؤلاء الأنانيون الآن يؤذون غيرهم لكنهم يساعدون أنفسهم. وهنا الآن الأغبياء، هذا الغبي يؤذي يعني يؤذي نفسه، طبعا هم فئة يؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم. بالتالي هنا يعني الضرر جاي على الكل، وبالتالي المجتمع يدفع الثمن. وأخيرا هذول الهيلبلس بيبل الذين يساعدون غيرهم لكنهم يؤذون أنفسهم. هناك فئة بالوسط
أسماها تشيبولا فئة غير فئة غير المؤثرين. فلاحظوا لي أحبتي الآن، فئة الأذكياء الذين يساعدون أنفسهم يساعدون غيرهم، فئة الأنانيين الذين يساعدون أنفسهم يؤذون غيرهم، فئة الأغبياء الذين يؤذون غيرهم ويؤذون أنفسهم، وفئة الهيلبلس أو الذين لا حيلة لهم يساعدون غيرهم ويؤذون أنفسهم. هناك بعض الأشياء مثلا التي ذكرها تشيبولا في نظريته، تقول بأن عادة ما يتم استغلال هؤلاء من الأنانيين. ضروري يعني أن نتعرف بأن ما يسمى بالذين لا حيلة لهم أو الهيلبلس ربما يتم استغلالهم من هؤلاء من الأنانيين، يعني إنه هذه أرقى فئة، حيث هذا يساعد نفسه ويساعد الآخرين، وهذه تساعد نفسه وتساعد الآخرين. وهنا الآن عصابة، عبارة عن عصابة أنانية لا تنظر إلا إلى نفسها، إلى مصالحها، مصالح أبنائها، بناتها، أقاربها وهكذا، أو شلة كما يقال باللغة العربية. وهذا الإنسان هو أخطر فئة، هذه الآن أخطر فئة. هذه التصنيفات الأربعة إضافة إلى هذا، هذه غير مؤثر لذلك أسقطها من حسابه، لكن الفئة الراقية الأذكياء، العصابة الأنانية، الغبي الذي يلحق الضرر بنفسه وغيره، والآن الهيلبلس أو ما يسمى بقليلي الحيلة يساعدون غيرهم لكنهم لا يستطيعون يساعدون أنفسهم أو ربما يؤذون أنفسهم. أخيرا، من وجهة نظر تشيبولا البشر غير متساويين في مجال العقل والقوة، ويركز في نظريته على القول بأن الأغبياء ينتشرون في عالم السياسة، سياسيون وموظفو حكومة من أصحاب القوى العالية ووزراء وغيرهم، هؤلاء يمسكون بقوة وسلطة أكثر مما يمكن لعقولهم أن تطيقها، وبالتالي فقد يعملوا من حيث يدروا أو لا يدروا، من حيث يعلموا أو لا يعلموا، على تدمير المجتمع الذين يعيشون فيه. هذا الآن التمثيل الرائع الذي استخدمه تشيبولا، بأن هذين الشخصان عفوا يقفان على كفي الميزان، هذا أخف هذا أثقل، بمعنى آخر ليس هناك مساواة بالقوة بالعقل بالمنطق، وبالتالي الغباء من أخطر الصفات التي يمكن أن يتميز بها أي إنسان، خاصة إذا كان ممسكا بسلطة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع السريع، راجع أن أكون قد قدمت لكم الفائدة، وإلى لقاء قريب من نظريات التنمية بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.